والسكان، أستاذة الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان، السيدات والسادة الحضور. الحقيقة بيسعد ويشرف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن يشارك دائما في أنشطة المجلس القومي للسكان، اللي أنا سمعت من شوية أنه هو من أهم، لا هو أهم الأجهزة اللي مفروض بتتابع المشكلة السكانية اللي بيعاني منها مجتمعنا بشكل حاد بشكل حاد. ومش يعني مش هنبطل نقول ان المشكلة دي هي ام المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع المصري حاليا، وخطورتها ان المجتمع مش قادر يحدد حجم هذه الخطورة. المجتمع عنده مشاكل اخرى دلوقتي ظاهرة على السطح، يمكن مقتنع ان هي بتهدده، لكن المشكلة اللي تحت السطح واهم واخطر من تهديدها للمجتمع هي المشكلة السكانية. الحقيقة جهود المجلس ودعم الوزارة للمجلس هي اللي بتخلينا نحط ايدينا على ابعاد هذه المشكلة، ونحاول نجمع قوى الدولة وجهود الدولة علشان نتكلم كلنا كلام واحد، عندنا مشكلة وعايزين نحل هذه المشكلة. الابحاث النهارده اللي المجلس بيسن سنه جديده في ان هو بيتداولها في جلسه مجمعه مركزه عشان نقدر نعرف النتائج المهمه للابحاث اللي واخده هذه المشكله من ابعاد كثيره جدا. فالحقيقه ده سنه كويسه، والنهارده نطلع في نهايه اليوم بنتائج هذه الابحاث وازاي نقدر النتائج دي تساعدنا في مواجهه هذه المشكله العضال، وان احنا نقدر ان شاء الله نؤثر. والاستراتيجية اللي كان يوم الخميس بنطلقها زي النهاردة، ازاي هذه الاستراتيجية تتحط فعلا موضع التنفيذ، وازاي ننجح كمجلس وكوزارة ان احنا نجمع جهود الدولة لمواجهة هذه المشكلة الكبرى. الحقيقة الجهاز فيما يتناوله من ابحاث بنحاول ان احنا بالاتصال بالمركز ان احنا نقوم بيها، اللي انا شفته من خلال ادارتنا للعرض بتاع تأثير العشوائيات على او سلوك الناس الموجودة في العشوائيات، واللي هو كان مخصص للجهاز خلال هذه الفترة. الحقيقة انا في خلال تنفيذنا لهذا البحث ومن اجراءات ان احنا حصلنا على هذا البحث، المجلس الحقيقة في تعاون، المجلس في كوادر قدرت انها تحدد ابعاد كتيرة وتحدد الموضوعات. وأثناء تنفيذنا لهذا البحث كان في متابعة، الحقيقة أنا بشكر المجلس عليها، وإن شاء الله نستفيد كلنا من نتائج الأبحاث اللي قام بها زملاء وأساتذة أفاضل. نقدر مقامهم ونقدر جهودهم، وإن شاء الله نستفيد كلنا النهاردة من نتائج هذه الأبحاث. أكرر شكري وتقديري للعاملين في المجلس، أكرر شكري وتقديري لمعالي الوزير اللي بيدي هذه المشكلة الاهتمام الكافي او اللائق او المناسب رغم كل اللي احنا عارفينه عن مشاكل الصحة والجهود بتاعت معالي الوزير في كل حتة من ارجاء البلد، وكل يوم نشوفه في مكان غير الاخر، فده شيء مقدر وشيء ان احنا نقول له عليه. ومش هتتحل المشكلة السكانية الا بمثل هذا الاهتمام، وان شاء الله كلنا ننجح في مواجهة هذا الكابوس اللي بيأرق مجتمعنا بشكل كبير. شكرا.